وهلا والله في الشباب، كيف حالكم؟ شاطكم بألف خير، ورجعتكم أنشوشكم مقطع جديد. قبلت مقطع الشباب يزعمونكم صلوا على النبي، بعد لا يزعمونا من خلال ضغط زر الاشتراك لكن المقطع وفعل الجرس كمان. لا تنسوا استخدموا كود تمشوا بشيش الظهر أمامكم. خلينا نبلش على طول. ومطلوب من هذا التحدي يا شباب يحقق المرحلة الأولى من مرحلتين، اللي بقول لك تلقى هدفك التالي في نصب القوة التذكاري. كل هيك تيجي تنزل على الموقع هذا اللي حددت لك عليه، بعد ما تنزل راح يطلع عندك صوت، وانت بس اول ما توصل هون، بس توصل هون راح يطلع عندك بحكي لك انك بدك تزرع كاميرتين مراقبة، لكن في مواجهة فردية. شو مواجهة فردية؟ يعني نفس الجيم. هي عندنا هون اول موقع، الموقع الثاني راح يكون لقدام. هسا لو انك متت وما حطيت الكاميرا الثانية، فترجع نفس المكان وترجع تحط الكاميرا الاولى وترجع تحط الكاميرا الثانية، يعني لازم الثنتين تحط نفس الجيم. فهمنا هون؟ فهمنا. يعني مش انك تطلع من الجيم مثلا بوحدة ومثلا متت وما ترجع، او مثلا تكمل بس الثانية، ما راح تزبط، لازم تكمل الثنتين بنفس الجيم. وبس الشباب، هذا كان عندنا التحدي لليوم. لا تدعمونا من خلال الضغط على زر الاشتراك لايك المقطع وفعل الجرس. هنشوفكم فيديو مقطع جديد، ومع السلامة. بيس.